احنا خاصه معناها الدراسات هذه قلت لك هي اكثرها دراسات نوعيه تزيد معناها اللي نخرجوا بها هما معناها توجهات عمليه عمليه خاطر احنا هذا اللي ينقصنا ما فماش كان التنظير ومعناها والعمل معناها والتعريف بالمشاكل فقط ولكن الهام اكثر زاده هو الحلول. احنا مثلا على سبيل المثال فيما يتعلق بالعمل المنزلي اللي احنا نقولهم معناها عاملات المنازل قمنا بثلاثه دراسات، الاولى تنشرت عام 2007، الثانيه تم نشرها في 2012، والاخرانيه في 2017. وفي الاخر قمنا بمشروع ميداني، احنا تو عندنا مشروع فيه معنا زوج شركاء، الاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مع النساء العاملات في المنازل. العمل هذايا هو دعم قدراتهم ودعم هيكلتهم معناها، وقاعدين نخدموا معناها اللي بعث مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني لهذه المجموعة، والعمل على مصادقة تونس على اتفاقية كما قلت لكم 189 نتاع الويتي اللي تونس مش مصدقة عليها، حتى معناها نجعل من هذا العمل عمل معناها يولي معترف به ويستجيب إلى مبادئ وشروط العمل اللائق من عقد عمل، من ساعات عمل، من أجر وتغطية اجتماعية وغير ذلك. هذه من الأشياء الهامة، وهذه التجربة نجم نقولوا احنا نموذجية اللي تجم الدولة والحكومة إن شاء الله ياخذوها كمنوال ل معناها العمل على هذا القطاع اللي هو قطاع هام جدا بالنسبة للتوانسة وبالنسبة للنساء اللي تتعاطى هذا الشغل وبالنسبة زادة للناس اللي يطلبوا هذا معناها هذه الخدمات. ونحب نقول في المدن وفي الأحياء الشعبية أكثر نساء تخدم في الضياء، ورجالها تبدا ما تخدمش وتعمل عليهم ويتعنف وياخذوا لهم شهريات واخواتهم ياخذوا لهم شهريات. وفي الريف نساء تمشي للفلاحه ونراو فيهم في الكماء وفيهم اللي يرجع وفيهم اللي ترسلهم في السبيطار وفيهم اللي تروح من دقة وفيهم اللي تمرض وهي معناها ما زالت معناها في الأربعينية وما خلتش حتى الخمسينية في عمرها. والرجال كيف كيف معناها ما يرضاوش بالأجور اللي هي ضعيفة ونساء ترضى بهم ويتم استغلالهم النساء ويزيد يتعنفوا على خاطر زاده فما العقليه الذكوريه، الراجل هو اللي يسيطر ويلقى روحه هو مش هو اللي عنده الشهريه، وكي ما تعطيهوش الشهريه هذوما معناها مشاكل اخرى معناها اجتماعيه وتدهور في العلاقات بين معناها النساء والرجال في العائله من جراء العقليه ذي الذكوريه من جراء غياب معناها التنمية، غياب تام للتنمية. كيف نشوفوا احنا المؤشرات، مؤشرات في بالجهات خاطر احنا مسألة عدم المساواة وعدم العدالة وغياب العدالة الاجتماعية هي تتمثل في غياب العدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال من جهة، وبين كذلك الجهات. كيف نشوف المؤشرات الكل اللي جبت عليهم بكري وأكثرهم يعني خاطر فما العديد من المؤشرات الأخرى اللي تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ورفاهة الحياة وغير ذلك، نلقاو فما تفاوت كبير وفجوة كبيرة بين الجهات. كيف نشوفوا معناها جهة الشمال الغربي والوسط معناها الغربي معناها نلقاهم في وضعية دونية معناها بالنسبة لهذه المؤشرات معناها هنا معناها نساء عندهم وضعيتين هما يعانيوا من عدم المساواة كنساء بالمقارنة مع الرجال، ولما النساء تتواجد في هذه الجهات وفي الأوساط الريفية والأوساط الفلاحية، وإحنا نعرف المعاناة نتاع العاملات في الفلاحة
من كل نواحي، من أجور معناها أقل بكثير من حتى معناها الأجر الأدنى المسموح به في معناها المعلن به في تونس، ومقارنة بالرجال وظروف التنقل متاحهم اللي هو ظروف تنقل يمشيه ولو يسميهم حافلة الموت، معناها اللي كي تمشي ما يشي جارنتي روحك باش ترجع لدارها معناها في صحة. وضعية النساء تبدأ وفي الأحياء الشعبية حتى في الأحياء في تونس في قلب تونس في المدن الكبرى نشوفوا في الأحياء هذوما نشوفوا معاناة النساء، معاناتهم معناها معاناة كبيرة. هنا فما فوارق كبيرة وفجوة كبيرة في التمتع بالحياة الكريمة بالحقوق الإنسانية والحياة الكريمة بالنسبة للنساء وخاصة النساء اللي هما في أوساط اقتصادية واجتماعية متدنية وفي مناطق معناها ريفية وفي مناطق داخلية وفي مناطق الذل، ما أقولش حتى الظل. يظهر لي حكومة الشاهد خذيت وقتها وكانت تجم تورينا نتائج ولا حتى نتائج أولية تعطينا تبشرنا وتقول هانا في الثنية الصحيحة والثنية اللي بالحق تخدم معناها الشعب التونسي نساء ورجال وتخدم الجهات وتخدم جميع الفئات. مريناش هذا من ناحية الحكومات الكل، مش كان حكومة الشاهد، الحكومات الكل اللي تعديهم معناها من الوضع معناها نراه فيه من سيء إلى أسوأ، ونراه في الحراك الاجتماعي والاعتصامات والمطالبات والتهميش والبطالة والحرقة معناها وأشياء أخرى أخطر معناها اللي قاعدة تصير معناها عند شبابنا والكل، جراء غياب تام لاستراتيجية وتوجه واضح وخطط عمل للتقدم ولتقدم معناها الاقتصاد التونسي ووضع المجتمع التونسي نساء ورجال وأكثرهم النساء اللي هما يعني أكثر سواء كان في المدن ولا في الريف. وغياب زادة نقولوه بالنسبة لنا نقيمه لي فما غياب للإرادة السياسية شوف من البرلمان القديم كان فما قبل الانتخابات معناها الأخرانية كان فما مشروع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ما تمش تناول هذا مقترح مشروع القانون وما تمتش المصادقة عليه وقت اللي هو يجب يحل معناها مشاكل ثلة كبيرة ومجموعة كبيرة من شباب تونس، شابات وشباب والنساء وخاصة في القطاع الغير مهيكل والمهمش. عليه على خاطر ما هيش أولوية التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ما هيش أولوية، ما حطوهاش كأولوية. وتويكا مقترح القانون هذا موجود في قبة البرلمان ونتمناه أن اللجنة المختصة اللي عندها بين يديها المشروع القانون هذا تتناوله بجدية وتصادق عليه في أقرب وقت حتى تفتح الأبواب أمام معناها شريحة كبيرة من شبابنا وتعطيهم أمل في أن تونس الدولة التونسية قاعدة تفكر فيهم وتعطيهم في فرص لخلق مورد رزق وما غير ما يتكلف معناها غالي على الدولة. اللي احنا نتمناوه اللي قبل كل شيء يمشي في مبدأ العدالة، المساواة بين النساء والرجال في تواجدهم في هذه الأماكن أماكن القرار، على خاطر النساء والريت اللي عندها كفاءات وتجم بالحق معناها سواء كانت نساء تونسيات توانسة وفي العالم كامل نساء وين خذات معناها مناصب وخذات مسؤوليات كبيرة كانت معناها في مستوى
هذه المسؤوليات، حتى كي خذيت وزارات معناها معناها وزارات كبيره كما وزاره الدفاع ولا العدل ولا غيرها، معناها هذا اللي نستناو فيه التناصف، التناصف في الحكومه وكفاءات والابتعاد عن الوجوه الحزبيه اللي ما تخدم كان في احزابها واللي ريناهم يخدموا في احزابهم وفي مصالحهم الحزبيه والشخصيه. تبتعد على ذلك، تعطينا ناس عندهم كفاءات ساو رجال. ضعف 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 فادح، ضعف فادح. اليوم معناها نراو الحكومات كلهم ما يستعرفوش بهذايا في الكلام نتاعهم، يمجدوا ويعاودوا في النساء وفي الفعل لا نرى ذلك. كلهم في الحملات الانتخابيه نتاعهم يبداو يحطوا مساله معناها حقوق النساء ودعم مكاسب النساء وغير ذلك من الخطاب معناها اللي كي تسمعوا معناها نفرحوا به، ولكن معناها التاريخ واللي قاعدين نشوفوا فيه معناها نشوفوا في اشياء غير ذلك. حتى كي لما يتم معناها سن قانون كما مثلا القانون الاساسي 58/2017 لمناهضه العنف المسلط على النساء، لما حال هذيك مكسب كبير بالنسبه، ما نقولش للنساء، بالنسبه لتونس راهو كامله، بالنسبه لتونس نساء ورجال. ولكن في التفعيل ماناش قاعدين نشوفوا معناها في عزيمه وفي بالحق نيه تفعيل هذا القانون. نعرفوه هو جديد وقتاش دخل معناها في فيفري 2018 حيث تنفيذ، ولكن ما نراوش في مبادرات تورينا اللي بالحق عندنا حكومه، عندنا مؤسسات حكوميه وعموميه اللي قاعده بالحق معناها تطبق في هذا القانون وتطبق ما جاء فيه. شوف احنا كيف اذا كان نحبوا نحلوا ونقيموا ونشوفوا برامج ومشاريع الحراك النسوي والجمعيات النسائيه والنسويه والجمعيات التنمويه حتى ما هيش نسائيه، راهو هي كلها تصب في قلب العداله الاجتماعيه. وقت اللي جمعيه كما جمعيتنا احنا افتيوغت تتوجه الى الفئات الهشه، الى المناطق اللي هي معناها ما مياش واخده حقها حظها في البرامج التنمويه، نتوجه للشباب في الاحياء الشعبيه، نتوجه للنساء في الارياف، في النساء المعنفات، نتوجه لهم بمعناها برامج اللي فيها رفع الوعي نتاعهم العام بصفه عامه، دعم قدراتهم الشخصيه من ثقه في النفس وغير ذلك واعتزاز بالنفس، وتمكين اقتصادي ولا سياسي، هذا يدخل في صلب العداله الاجتماعيه. ولو احنا مش حاطينه تحت خانه العداله الاجتماعيه، اما هو يدخل في صلب العداله الاجتماعيه. وقت اللي نخدموا على المساواه بين النساء والرجال في الوصول الى الموارد سواء كانت موارد اقتصاديه ولا غيرها، هذا يدخل في صلب العداله الاجتماعيه. وهذاك علاش احنا حبينا ناخذوا نبداو بهالمبادره هذه، خاطر ما ننساوش اللي اليوم العالمي للعداله الاجتماعيه اللي هو يوم 20 فيفري واعلنته الجامعه العامه للامم المتحده منذ 2007 وبداوا يحتفلوا به منذ 2009 والعديد من البلدان يحتفلوا به، الا ان تونس الى حد الان ما بداتش احتفال بهذا اليوم العالمي اللي الموضوع نتاعو موضوع هام جدا، هام جدا وعنده علاقه كبيره 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 بالسلم والسلام والتنميه وغير ذلك من الاشياء اللي هي تمثل حقوق وتمثل معناها صيانه وكرامه المجتمع التونسي. احنا بدينا بالمبادره هذه على خاطر هذه باش تعطينا اذا كان ندخلوه الاحتفال هذه في الاجنده نتاعنا
احتفالاتنا بالأيام العالمية كما 8 مارس وغير ذلك من الأيام و5 ديسمبر كل باش تولي معناها زيادة على العمل اليومي متاع الجمعيات هذية والمجتمع المدني والحكومات والحكومة والمؤسسات الدولة إن شاء الله يدخلوا هكا يولي هذية زادة فرصة باش نزيدوا في الوقت هذاك نكثفوا وندعموا العمل وخاصة باش نظهروا مسألة العدالة الاجتماعية تولي هي بيدها محور نقاش تولي بيدها محور معناها اقتراح ضغط حملات توعوية ومشاريع وغير ذلك اللي تدفع كل البرامج برامج الحكومة برامج الجهات برامج الجمعيات نحو معناها هذه الأهداف أهداف التقليص من الفجوة بين الجهات وبين النساء والرجال وبين الفئات بما في ذلك الفئات معناها أصحاب وصاحبات الإعاقة وغير ذلك من الشرائح الاجتماعية.